ركز طبعا مع سلجادو اكتر من مره واكتر من لقطه سواء الشوط الاول او الشوط الثاني. وادي العرضيه، مش معقول مش معقول، سرحان سرحان يجري على طول ويسجل اللاعب اول لعبه ايجابيه على المرمى، يدخل دييجو جونزاليس ويسجل في الدقيقه ايه ده، الدقيقه الثالثه او الرابعه، الدقيقه الثالثه من الشوط الثاني. كان الشوط الاول كله لاعبا للنادي الاهلي اكتر من فرصه، انما دي اول لعبه تتلعب على مرمى النادي الاهلي. اعتقد كان في سرحان دفاعي في اللعبه دي، يطلع لعيب طويل اهو دييجو جونزاليس فرحان.